لانفو دو جور لليوم نحكيو على الترقيم ولا تصنيف الجديد لتونس التصنيف الانتمائي. وكالة موديز البارح تخفض تصنيف تونس الى CA1 في مع افاق سلبية. الوكالة اخر تصنيف للوكالة كان في شهر فيفري اللي فات، خفضت موديز تصنيف تونس الانتمائي من B2 B3 مع نظرة مستقبلية سلبية. التصنيف هذا لتاب الشأن الاقتصادي عامة وخبراء الاقتصاد هو كان منتظر بنسبة كبيرة الحقيقة، نظرا للوضعية الاقتصادية والمالية اللي تعيشها تونس في المدة الأخيرة. ولكن نزيد نحكيه أكثر على تأثير هذا التصنيف اليوم على الاقتصاد التونسي، على قدرة تونس على التدين الخارجي، قدرة تونس على الاستثمار. شنو معناها اليوم تصنيف تونس في CA1 مع أفاق سلبية؟ لأنه كي نشوفوا حتى بالألوان في التصنيفات هذه متاع الوكالات نلقاو تصنيف هذا يدخل في الخانة الحمراء، معناها التصنيف ما تحبوا حتى دولة وما تقبلوا حتى دولة. التصنيف هذا سفيان عامة معناها تأثيراته الاقتصادية، وإحنا كنا حكينا الأيامات اللي فاتت. خلينا كما قلنا نقربوا بشوية بشوية إلى السيناريو اللبناني. أي صحيح، هو الحق التصنيف هذا كان منتظر باش يعملون هالثلاثة اللي فات وخروه بيامات. والتصنيف هذا يجبك تفهم اللي التصنيف هذوما ثم وكالات عالمية تعمل تصنيفات، ثم خمسة مهمين هما ثم يجي أكثر من 20 واحد، وإحنا راهو ندفعوا لهم فلوس باش يصنفونا. ندفعوا تقريبا 400 مليون اون ديفيز كل عام مثال الموديز، وندفعوا ريت ستاندرد اند بولز وفيتش ريتينغ ندفعوا لهم باش يصنفونا. علاش؟ خاطر انت باش تاخذوا قروض على المستوى الدولي، اما في البيلاترال التعاملات الثنائيه ولا الميتيلاترال تعامل متعدد الاطراف يعني دول وكذلك مؤسسات. وقت اللي تولي عندك صعوبه كبيره تمشي للسوق الماليه اللي هو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهمت؟ هما هذوك يقول لك اعطيني انت مقاومه الاقتصاد نتاعك شنو فيه، دونك انت تجيب له كيما شهاده تنجم تكون تاع حسن صله، تنجم تكون شهاده كذلك نتاع افلاس او شبه افلاس. وبالتالي التقييم هذا مهم جدا. شنو هذيك التقييمات؟ هي معناها ثم تقريبا 24 نوع من التقييم. احنا في المرتبه 17 الان، فهمت؟ هما 21 وحده فيها ثلاثه، احنا هنا في الريسك الفي يعني كنا في B سلبي مع افاق سلبيه، ولينا في CA1 افاق سلبي، فهمتني؟ هي حتى في التلوين مخاطر مخاطر مرفوعه، لكن ما زلت تدفع. شنو اللي من بعدها؟ تولي اولترا سبيكولاتيف، تولي زلت مضاربه كبيره، ومن بعدها تولي اون ديفو اون ديفو دو بايمون، ما تنجمش تخلص، لكن ثم امكانيه وانك اسبوار دو ريكوفرمون، ومن بعدها تولي اون ديفو سيليكتيف، ومن بعد تولي اون ديفو هذيك اليونان. ولا اللي وصلت لبنان اون ديفو افيك جيسبوار دو ريكوفرمون. احنا عندنا لبنان ازمتها بدات وقت الدخل وين دخلنا احنا. عندنا تصويره في المباشر بالالوان ملونه، احنا ولا. في الزون الحمراء الاخرانيه بالكل. اي هي الزون هاني قلت فيها 21. لبنان ملي دخلت غادي بدات المشاكل، مازالوا مراحل اخرى. التصنيف خايب. مثال انا شخصيا كصحفي مشيت قابلت حارس البنك المركزي تو نهاري، نعرفه من صغير قرا في الجامعه ونعرفه، وقلت له نعرفه ان انسان يعمل رياضه هو يرقد بكري. قال لي نهاري ما يرقدش. قلت له علاش؟ قال لي خاطر اتصلت بموديس. قلت له انا نحب نسك على موديس. قال لي اتصلت بهم وقلت لهم يا جماعه علاش رقم تو هذه حكومه كونت جديده، خليه يعطيوها ثلاثة أشهر تأجيلك. شوفوا قانون المالية التكبيري، قانون المالية كذلك، والميزانية متاع الدولة، وتشوفوا بعض المؤشرات. وتوها بعض المؤشرات بدأت تتحسن، ومنتظر باش تحسن العام الجاي، خاصة البنك الدولي قال تونس باش تعمل 2.9% نسبة متاع نمو، وكنا عاملين إلا 11.5% حسب البنك الدولي، ولا 12% حسب قضية. قال لي انا هذه الحاجه الوحيده اللي مقلقتني تو لازم نتعامل معها، خاطر باش تعمل مشكله كبيره خاصه للبنوك التونسي. بيان سور الوضع صعيب، لانه احنا ركمنا الفشل على امتداد السنوات الاخيره، ونهب المال العام والفساد وغيره خلى وزد الوضع السياسي. 50% من التلقيم على الوضع السياسي، الوضع السياسي منخرم في تونس عنده 11 سنه. يعني من قامت الثوره لتوا وضع منخرم وما يتمنش. الاشكاليه هي شنيه؟
اولا وقبل كل شيء نرجعوا للجماعة اللي يسحبوا لمحالهم، تسحب لمحالهم باش الشعب التونسي يستفقر، خاطر هذا اول باش يدفع التبعات نتاعو شكون؟ هو الشعب المواطن التونسي بيان سور. المواطن التونسي هو اللي قاعد يتحمل في الفاتوره الثقيله هو الشعب التونسي. ما يجمكش تفرح لما بلدك تنقص في هذا، لكن كذلك ما يجمكش تطفي ضوء وتقول لا لا ما صار حتى شيء. لازم تفهم اللي انت توا بديت تدخل في المنطقه الحمراء، هما ا بي سي دي. كي تدخل السي تبدا في المنطقه الحمراء، تدخل الدي الاحمر القاني. لبنان مثال وقت اللي مشيت في هذا، الليره تحت من 1500 دولار 1000 ليره وليت 18000 دولار. فهمتني؟ اليونان كيف ومن بعد اليونان اخذوا لها البلابلات نتاعها. انجيلا ميركل قالت لهم بيعوا جزيره والجزر نتاعكم، اخذوا لها شركات نتاع تريسيتي وشركات نتاع الماء وحاجات، يوليو يمشي معك في هذا باش يعطيو. تولي كي باش تقرض توا احنا بدينا معناها كما قلنا كي تقرا المدير اش قالت حطتنا هذه في سي سي الف الف واحد، يعني ثم مخاطر كبيره، مخاطر كبيره معناها ريسك الفي وكل واحد عنده كذا. من بعده باش يولي اولترا سبيكيلاتيف، يعني يولي معناها باش تعطي فلوس راهو سبيكيلاسيون فيها معناها قرعه ولا نوفي، فهمت؟ وتخوف منه. من بعد تولي ما ثمش امكانيه ترجع، لكن ثم امكانيات وانك تعمل ريكوفرمون تسترجع البعض او الكل. ومن بعد تدخل ديفو سيليكتيف، اون ديفو لكن سيليكتيف معناها ما عادش لازم تدفع لكن باقي فيها اختيار. ومن بعد تولي اون ديفو كومبليتمون كيما وصلت اليونان اللي تعافيت. لكن تعافيت علاش؟ على خاطر اليوناني يقولوا عندك الكهرباء تهزها ثلاث مرات في الجمعه ونهار تطلع في الترين ونهار ما تطلعش، وباش تجبد الفلوس نتاعك تولي تقعد تستنى باش تجبد 100 دينار تقعد تستنى ثلاث ايام باغ اكزومبل ولا فينزويلا. صار لهم هذا. احنا الان ثم مؤشرات خطيره، الوضع خطير. دخلنا في الاحمر، هي بوابه جهنم. الاحمر هو بوابه جهنم على المستوى الاقتصادي. خلينا نكون واضحين. يكذبوا عليكم اللي باش يقول لكم لا فلسنا كومبليتمون، ويكذبوا عليكم اللي باش يقول لكم لا عادي انت انا صدع توتي بور لو ميو. فهمتني؟ هذا الشيء يطلب ثلاث ايام بعد تسميه الحكومه الجديده. يطلب ان الحكومه الجديده تو تنكب على اصلاحات كبيره ومؤشرات النمو والتطور الاقتصادي وقيمه الدينار والتصدير وخلق موطن الشغل تقوى، باش الكلاسيفيكاسيون جايه تنجم تجيك في مارس في افريل في ماي لازم تخرجك من هذايا. لكن اذا كان ما عملت حتى شيء باش تزيد تهبط. ولازم يفهموا التوانسه. ما عادش تلقى فلوس كل بنك. الدينار باش يزيد يهبط يولي 4 يورو بدينار. احنا توا الدينار ب 3 يورو و200 واش. فهمتني؟ عنده سنوات هكا. علاش؟ خاطر البنك المركزي ارفع في القيمه المديريه. وارفع في التور دو ماتشي مونيتير باش ضغط شويه على التضخم، باش خلى الدينار فك المنطقه هذيك التعافى نسبيا العام اللي فات. نعاودوا نرجعوا. الفوسفات يجم يعمل 8 مليون طولناتا. اللي في المستيل هذاك حلق المنزل يلزم يخدم. تفكر صارت عليه مشكله ونحا وقتها بن قدور والحميد حتى في الحبس يلزم يخدم. اليوم شفت ارقام اللي خرجت البارح نتاع وزاره الطاقه تقول تحسنت الطاقه الطاقيه 30%. اليوم بفضل حق النوار عندنا 57% من الغاز نتاعنا. وكذلك التصدير كي تصدر تقوى وتولي عندك اكثر، رغم اللي عندنا 127 يوم لو توا معناها في الفلوس عندنا تقريبا 21 مليار دينار فلوس موجوده في البنك المركزي. الاموال المتداوله في البلاد في القطاع المنظم وغير المنظم 17 مليار دينار، لكن ثم مخاطر. معناها لفاميش يقول لك عندك 90 يوم سافا، احنا لو وصلنا في وقت توفى الباجي الله يرحمه في الازمه هذيك اللي قبل جودي نوار قبلنا 69 يوم، اليوم عندنا 127، يعني عندنا مره 131 من موت البارح. قلت البارح انا قابلت كوادر كبيره حد بنك، قلت لهم اخويا نحب نعرف انا راي بصداقه ومش بصداقه نمشي بالقانون نتاع الوصول المعلومه. قلت لهم قداش؟ قالوا لي عندنا 131 يوم بالارقام عندي نجم نجيبهم لك. خذيت حاجه رسميه يعني مره ونص عندك
شو معناها؟ معناها اوت خافاي، يجب تو نخدموا، يجب ننجو ويجب نصدروا ويجب نخدموا. سوفيا تو معناها اللي نفهموه انه في الفتره هذه وبعد التصنيف هذا باش تصير شويه انعكاسات سلبيه على كسوة وضع المواطن، على الحياه العامه. هذايا ما يطلبش اليوم على الاقل يخرج شكون من الحكومه هذه يصارح الشعب التونسي، هاو احنا معناها اليوم وين مصنفين، وهاو شنية الانعكاسات تنجم تصير على الحياه نتاعك، ولازمنا الكلنا نوقفوا مع بعضنا ونصبروا ونتحملوا ونمشيوا للخدمه ونعطيوا علاش الاسباب نتاع وصول وصلنا للتصنيف هذا. لانه توا مثلا العبيد البارح شفنا اللي حكيت عليهم انت، قلت فرحانين بالتصنيف هذا، يقول لك السبب لانه يرجع ديما الاحداث والى جرت 25 جويلية، الوغ كو الوضع الاقتصادي اللي وصلنا له هو تراكمات نتاع السنوات، ما هيش لا نتاع قيس سعيد ولا السنوات نتاع عام ولا عامين، هي نتاع السنوات فشل في اداره الشان الاقتصادي في تونس اللي خلانا اليوم نوصل للتصنيف هذايا، ونجموا نعطيوا بعض الحلول ونصارحوا الشعب التونسي عامه. انا معك، انا معك، كل الامور واضحه. اولا وقبل كل شيء ليست حكومه تخش تحكي، والا نطق نفسي باسم الحكومه او وزير الاقتصاد او الماليه او حاجه هكا. اليوم شفت يعني الوزارات منمومه مع بعضها، اعتمدوا نفس تقريبا لمينا الوزارات ليبول هذوما اللي عملوهم في حكومه المشيشي، وصلوا بهم في الحكومه هذه نحاو جوج ولا ثلاثه. اوي ويجب تصالح التوانسه وتقول لهم، وتقول لهم شنو التبعات نتاع هذا، ويجب تجيب الشركاء الشبعيين نتاعك خاصه اتحاد العمال واتحاد الفلاحين واتحاد الاعراف، وتعمل معهم خطه، لانه يجب تتخذ اجراءات، والاجراءات باش تكون موجعه الى حد ما. مثال هما شنو طالبين صندوق النقد الدولي؟ يقول لك المصدر اللي نتاعكم 20 مليار دينار. وهي تشكل 20 الى 21% من الناتج المحلي الاجمالي. انا نحبها نهبطها ل 14.5% ولا 12%. احنا توا في 20% مصدر. باهي. قالك التوانسه ياخذوا في شهري وهما فقراء باش تزيد تقصيرهم في الشهري. يقول لك رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات. معناها ليسونس وكل شيء. انت هذا تنجم تاخذ بعين الاعتبار على الاقل يكون سيلكتيف، ثم ناس يدفعوا المحروقات مش كما الناس الاخرين. يقول لك كذلك ميزانيه التنميه نتاعك يجب تقويها خاصه في مجال الاستثمار. انت قبل اشقال بلجاميني وقت عمل انترفيو لوموند قال لك كنا نعملوا مشروع في تونس كانت نسبه التحقيق السنوي 20%، معناها في خمس سنين المشروع يتحقق 20 22%، تو هبطت 8%. يعني المشروع اللي كان يتعمل في خمسة سنين ولا يتعمل في 12 عام، فهمت؟ هبطت ل 8%. 8x12 قال 96، فهمتني؟ و 20x5 قال 100، فهمت؟ دونك 12 عام وشيء باش تعمل، باش يولي. يلزم التوانسه اولا يعاودوا يخدموا، يعاودوا ينجوا ويعملوا عقد اجتماعي. شنو العقد الاجتماعي؟ اعمل انت، قول اخويا الانتاجيه وكل شيء وزيادات في الشهري، اما كذلك اعمل لي تجميد نتاع اسعار خاصة نتاع مواد أولية وغيره، خاطر احنا في حلقة معناها شريرة. تطلب التوانسة باش يضحي ويقول لك أنا علي نفسي ما فهمتش باش تحبني نضحي. ندفع على هوالي نحوسيه باش تحبني نزيد نضحي، فهمتني؟ والتونسي زاد فقد قيم العمل، ثم أشياء معناها خاطر فقد ثقة زاد كيف كيف، يقول لك فقد الثقة ما عادش عنده ثقة. والتونسي تو مثال ادخال العائلات كان 22% هبط 8%. حتى اللي عنده زوج دول مخبيهم في المخده، ولا حاتم في بير ولا حاتم في فلاله ولا حاجه هكا مخبيهم، اتوكا في دهليز ولا في بلاط، فهمتني؟ دونك اليوم يلزم استرجاع الثقه والرجوع الى قيم العمل، ويلزم مصالحه الشعب التونسي. لا نتيحوا في البكائيات واللطميات هذيك اللي يعملوها في كربلاء ولا في حات المبكى غيره، لا نتيحوا زاده في تتفكروا سي علي الكعلي يقول لك ها يا جماعه فلسنا فلسنا، ديما يضحك ها باش نموتوا يا جماعه الطياره باش تحبينا. لا 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 نتيحوا في هذا لا في هذا، المصارحه خاطرنا توا دخلنا اذا بوابه جهنم على المستوى الاقتصادي. ما زلت فيها سته وسبعه تصنيفات اخرى وتبقى روحك كما اليونان. اليوم بكل صراحه لازم يفهموا هذا الناس الكل ويقبلوا. انت قلت بكري كلمه، الناس الكل نقسموا بعضنا. مش معقول زاده اليوم الفيسك يدفعوا كان اجراء خاطر تونيا لا سورس، وكبار لي فورتون مش قاعدين يدفعوا كما الاخرين. ومش معقول زاد وانه انا كي نخدم رجل اعمال تعمل لي 35% فيسك ونبوس لو ريفوني 25% وتيفيا 19% قداش في الاخر نلقى روحي على 100 مليون ما صورت كان 4 مليون ولا 5 مليون. ثم بريسيون فيسكال كبيره زاد في تونس. يعني شفت الحلقه هذه يلزم يفهموها. وهنا مره اخرى يلزم رجال الاقتصاد الكبار، انا مش احكي لك حادثه صارت وعشتها منذ سنوات.
سيناجي جلول خرج صرح قال نجم نحلوا الاقتصاد التونسي في 6 شهور، وقالها للباجي قايد السبسي. نهارتها انا في مطعم وجاء سي توفيق بكار، نهارتها قابل الباجي قايد السبسي، عيط نهارتها بالوقت كلم سي توفيق بكار، جاء صديقي سي توفيق بكار، سلمنا بعضنا. قلت له قابلت الرئيس؟ قلت له قلت له؟ قال يسالني سؤال وجاوبته جواب واحد. قال له الباجي، قال له بالحق يا سي توفيق نجم نحلوا مشاكل تونس في 6 شهور. قال لي قلت له سيادة الرئيس في 6 سنين وشوفوا شوفوا. لأنه توفيق بكار ما يلعبش، توفيق بكار من المدرسة الكبيرة اللي تخرج منها مصطفى كمال النابلي، ولا عطات لهيدي نويرة، ولا عطات الصادق بحلول، ولا عطات علي زواوي، ولا عطات لي كرونز أرجنتي اللي خدموا في تونس، ومعناها من مدرسة كبيرة. مصطفى كمال النابلي في السياسة فاشل وقت يترشح وقلو، أما في الاقتصاد لو رجل عظيم جدا. قال له على الأقل 6 سنين. احنا يلزمنا على الاقل برنامج انقاذ تاع 2-3 باش تقلب هذوما، ويلزم تعطي للحكومه هذه 90 يوم. ورينا يا خويا ما خذيتوا الحكومه، تصورتوا عملتوا شامباني، احتفلتوا في دياركم، فلقتوا الشربات، شختوا، وليتوا وزير صحه سيدي. اي اما تطير السكره وتحفظ المدينيه. الشعب التونسي يقول لك خويا ما قدرتش الشرائيه. العام الجاي اش باش تعملي انت في ليزامبو؟ اش باش تعملي في الاستثمارات؟ اش باش تعملي في خلق مواطن الشغل؟ الثوره قامت عندنا 600,000 بطال، اليوم عندنا تقريبا 1,000,000 بطال. احنا كي نحكيو على الاصلاحات الاقتصاديه سفيان، والا تطمنت على الاقل شركائنا حول الوضع الاقتصادي. دائما وما يقولوه الخبراء انه الوضع السياسي عامه عنده دور كبير، والذهاب في استقرار نسبي على الاقل في الوضع السياسي في تونس عنده دور كبير. الحقيقه يبدو انه من البارح من خلال كلمه رئيس الجمهوريه في اجتماع مجلس الوزراء ثم بدات كل خلينا الفتله، معناها خريطه الطريق اوليه على انه ماشيين في، يبدو انه في حوار لن يكون كالحوارات اللي صارت قبل. اشار وقدم بعض المؤشرات حول نوعيه هذا الحوار وشنو ينجم يصير في الفتره القادمه، وحتى رجع على اختيارات نتاع الحكومه هذه واعضاء الحكومه تخدمت، والاختيارات الاسماء كانت بعيده على المصالح الحزبيه للعمل فقط، حكومة هدفها العمل والإصلاح. خلينا نسمع التصريح متاعه في الجانب هذا في البارح اجتماع مجلس الوزراء ونرجع. تم تشكيل الحكومة ولكن لم أستقدم اللحظة ولم أستأخرها حتى يقع الفرس بين المنافقين والوطنيين الصادقين. أعتقدون أنه بعد 25 جويلية المكان شاغر وبدأت تتهاطل جملة من المبادرات إلى آخره. سوف نشكل الحكومة وسوف أيضا يتم الحوار، ليس الحوار الذي تم في السابق 1 و2، لن يكون الحوار رقم 3، سيكون حوارا مع الشعب ومع الشباب التونسي، وسيصدر الأمر إن شاء الله في القريب العاجل لتنظيم هذا الحوار. إشارة إلى حوار، يقول حوار شبابي، حوار مع الشعب التونسي، حوار لن يكون كبقية الحوارات اللي تنظمت سابقا. ماذا يقصد سفيان رئيس الجمهورية يقول حوار مع الشعب التونسي؟ ما نعرفش، نقول لك بصراحة واحدة من الناس ما فهمتش، ما نعرفش، ما نعرفش، وحتى حد بينجم يقول لك يعرف. يعرف كان رئيس الجمهورية، ويمكن بعض الناس يدلين بيهم مش كل يعرف. هذه المنطقة الأخوة رئيس الجمهورية هذه، أنا قلت لك مشيت ونمشي لو نطرق الأبواب ونمشي لو نقابل المسؤولين في الدولة وناخذ وثائق بصداقاتي بعلاقاتي، ما يحبش نقول له نجيب لك قانون نفذ المعلومة ونهبط البوست وتعطيني بالسيف يعطيوني. أما بون باستحباب يعطيوني حتى حاب نعرف. نعدي على شوية ناخذ في دي دوكيومون ومن بعد نقعد ديلا كاملة نقرا فيهم. خاطر فاقد الشيء لا يعطيك، كيفاش تحبني نحكي أنا على حاجة نعطي معلومة للمواطنين وأنا مانيش مطلع. دولنا احنا باش نطلعوا. المنطقة الأخوة في تونس وأنه رئاسة الجمهورية مقطوعة عن الصحافة. مثال توا مثال هادي نويرة يحكي الشعب التيفولاتي اللي هو قيدوم الصحفيين التونسي، يقول لي كنا مرة في الشهر نصلوا مع هادي نويرة نتعشاو في داره، يمشيو مع سي الحبيب شيخ روح مدير مؤسسة الصباح ويعطيو معلومات أوف ذا ريكورد، يبداو يعرفوا عندهم خلفية باش يعرفوا يفسروا. الحق أنا ما نقولش سيدي عيط لي ما تعيطليش، لا تعيطي باش بحذاك ولا تعيطي باش تعشي. عملي خلية ولا أنا بالنسبة لي أنا الأوان باش نعملوا خلية إعلامية اقتصادية صحفية في قصر قرطاج كما موجودة مثال في قصر الحكومة كانت موجودة. يا سيدي ثم صحفيين معتمدين غاديكا، كان مش الرئيس يحكي يخرج مستشار رئيس أو كذا وهما عندهم المعلومة، كيما في أمريكا كيما في فرنسا. أنا مثال نمشي لفرنسا
ناخذ البطاقه نتاع الفيش، خاصه البطاقه الدوليه للصحفيين، ندخل بها نمشي ندخل للي جاي نقعد وين صحفيين نلقى صحفيين مختصين نقعد نحكي، ما نقولكش عليك جاي، عندك الحق انت كصحفي جي، وخاصة بالبطاقة نتاع الفيش تدخل، لكن عندهم صحفيين معتمدين في البيت الابيض باغ اكزومبل في غيره، باش هذوك انت تعطيهم المعلومة باش يعرفوا. انا شخصيا حق من علاش اولا ولا انت كي تحكي على حوار سياسي. مع حوار مع الشعب التونسي معرفش. انت شكون الوسيط باش تكون عبر وسائل الاعلام؟ هو من شكون يمثل الشعب التونسي؟ من عاش فوالا ما نعرفوش شكون الحوار مع الشباب، شكون الشباب وشكون الشباب وكل واحد يقول لك، واحد يقول لك كيفاش يكون الاختيار وشنية معناها المناقشة اللي تصير مع الشباب؟ انت عندك راهو ملفات متعددة سياسية اقتصادية اجتماعية غيره، هذا الكل معناه مثل مغامر بالنسبة لي مثلا هنا مية. اما اقول لك حاجة اخرى انا نعرفها، انا صحفي قديم، انا نحكي بتجربة، انا بديت نخدم وقت بالقيبة في الصحافة، معناها فهمت، معناها جو سوي ان فيو كلو في الصحافة من صغير. السياسيين التوانسة الكل يخافوا من الناس الاذكياء. توني موريسون خذ جائزة نوبل، مرة عمل تصريح نوفيل اوبسرفاتور مت عندها مين، قالت لهم في الأديان نتاع أمريكا باش يقعد ديما ريزيديو نتاع عنصرية، وشفت شو عملوا عملوا لفلويد، وواحد طفل 8 دقائق وما يقتلوا فيه، وباش تجي حاجات كيما هكا، وطفل الآخر 10 طلقات في ظهره. السنة وقت الكورونا العام اللي فات شفت صار، لأن أمريكا الأديان نتاعها تبنات على إبادة الهنود الحمر أو الناتيف أمريكان، وجيب 100 مليون أفريقي جابوهم باش بنوا بهم أمريكا. ودونك عندهم احنا، انا شخصيا بحكم تجربتي اكثر من 35 سنه صحافي محترف، فهمتني، عندي بطاقه نتاع صحافي كي كنت بسبلك مليان صغير، نعرف اللي سياسيين توانسة ما يحبوش الانسان الذكي يتعامل معه، كلهم يحب واحد، اما كما كان دوغول يجي لصحافي يقول لهم الساده الصحفيون ساعطي الاجابات وانتم اطرحوا الاسئله لاجابتي. ها مثل الجورناليست دوني دي كيستيون مي ريبونس، يحبوا هكا، ودار تشوفهم يظهروا مع صحفيين ضعاف وما يحبوش المباشر. انت كي تحكم مع صحفي لاباس وبلنجي وقوي تكبر، حتى كي تكون انت وياه كونتراديكسيون في حدود اللياقه، اما التتات بين الضعاف والسياسيين تعطي هذا المشهد. والرئيس قيس سعيد انا نقول له، انا في التكوين نتاع الناس نقول لهم الصحفي اللي ساعدوه هو فرصه بالنسبه لي، فرصه، هو ميديا، شنو معنى ميديا؟ يعني وسيط، ميديا معناها مجموع ميديوم، هي ميديا باللاتينية، أنا همزة توصل بين السلطة والرأي العام وبين الرأي العام والسلطة. كي نقول له المواطن متيقي اللي يقول تفد خاطر نقعد مع الوقت، أنا كنت هذا مشيت الناس بروتستون قعدت ساعة، خاطر اللي هذا يجي يقعد يحب يوتر معايا، يدخل يقول لي قهوة، يدخل تي، يدخل كذا، واحد يقول لي أنا أمني، يدخل يقول لي أنا نخدم أنا، لكن يبدا يحكيوا لك المواطنين. دونك تعرف الوجدان نتاع الشعب التونسي كيفاش، أقسم مسوي ما نجمش حد ساكل برا، ولكن باش يمشي باش تلقى معاه فرق امنيه كبيره تبعد العباد الكل. يعني الصحافي ليس عدو للسياسي بل فرصه للسياسي، لانه انت توقيت في بعض الصحافه وعلوم الاخبار علموك باغ اكزومبل لي جون جورناليستيك، الريبورتاج تكتب بطريقه والتحقيق بطريقه والانترفيو تعملها بطريقه والديباش بطريقه والسنتيز بطريقه والارتيكل دو فون بطريقه، يعني ثم تقنيات علوم ماهيش لعب، مش قاعد في قهوه نحكي تو خدمه. دونك يلزم رئاسه الجمهوريه تنفتح شوية على الصحافة من أجل وأنه نفهمه، خاطر تحكي سؤال ما نجمش نكذب عليك، ما نعرفش وما عندي حتى حد منهم نعرفه حتى يحكي معاه، نجم أنا نسخن نسين نقول له أي شنو صافا توا الجلسة ما ثماش مش ما تلقاش ما ثماش بلح صحفية مختلفة قالت يا سفيان والله العظيم منهم واحد طلبته قالها لو بعدها على التليفون، صحفية مختلفة فتاة معناها تبارك الله عليها غولة نعرفها فهمتني، وماهيش صغيرة عندها تجربة كبيرة، حل واعتبروا انه الصحافة مساحة بالنسبة ليك. انت كظهر وقت اللي تقصر فيسبوك ياس الجمهورية قاعد في تويتر هكا ولا والتوانسة ماهمش تويتر، انا عندي تويتر ما سمعوش اي ما سمعوش التوانسة ماهمش تويتر، عندي 30000 في تويتر شوية يوتيوب وكا شو يوريك اي سيدي يا اخي باش تخدم كان بالفيسبوك ولا بالباتش لازم في التواصل المباشر عبر وسائل الاعلام وانت عندك الحق باش تقبل فلان وما تقبلش فلان اذا كانوا غير محترف ولا غيره، هو معتمد ما دام عنده بطاقه وطنيه، ما عندنا بطاقه الوطنيه تاع الصحفيين تعطيها الدوله يا اخي، وصحفي معروف كل شيء تفضل، والصحافه كذلك فيه تعدل لا راي، ينجم يطرح لك سؤال ما يعجبكش، ينجم يجيك يقول لك سيادة الجمهورية أليس هذا البرنامج قذافيا؟ اي انتهى الوقت، تسويت الاخبار وراجعين في ساعتنا الثالثه برايم تايم.